ايه طبعا النهارده انا معايا نموذج بقى من ذوي القدرات الخاصه، يعني مفاجاه. اول ملكه جمال على مستوى مصر من اطفال التوحد، وكمان ان شاء الله من يعني اول انطلاقه كمان هنا من برنامجنا ان هي هتكون مرشده سياحيه ان شاء الله. هتكون مريم سليم اصغر واجمل واول مرشده سياحيه من اطفال التوحد. طبعا مريومه بنت جميله جدا، ملكه جمال طبعا، اكيد هتبقى جميله. وفي نفس الوقت هي زي ما حضراتكم شايفين لو الكاميرا تجيب الميداليات ما شاء الله، هي حاصله طبعا على بطوله الجمهوريه في العاب القوى وواخده جوائز كتير، وكمان عندها مواهب جميله جدا، تحب تعمل خرز وتعمل اشكال تحفه جدا بصراحه من الخرز، سواء بقى حزازات او حاجات، هي جايبه حاجات تحفه تحفه جميله جدا. بس قبل ما نتفرج على كل ده نتعرف عليها وعلى والدتها. عامله ايه يا مريم؟ مرحبا منوره يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. ومامتها طبعا ان استاذه فاطمه صبحي. اهلا بيك يا فندم. طبعا احنا شاكرين جدا مجهودك واللي انت عاملاه مع مريم واضح من غير كلام، فبجد يعني الام دايما بتبقى الجندي المجهول، بس بجد يعني زي ما بيتقال وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل طفل من ولادنا ذوي القدرات الخاصه امراه عظيمه وام عظيمه زي حضرتك. فانا بحييكي جدا جدا وربنا يقدرك تعملي اكتر واكتر. النهارده بقى يا جماعه مريم بتقول ان هي عايزه تشتغل مرشده سياحيه، فطبعا مش عارفه هينفع ولا ايه، نشوف مع بعض بس هي هتفاجئكم النهارده. مريم انت عندك كام سنه؟ 14 سنه. في سنه كام؟ تاني اعدادي. في مدرسة ايه؟ زراعة القبة اعداد البنات. جميل. نفسك تطلعي ايه يا مريم لما تكبري؟ مركة. نفسك تطلعي ايه؟ مرشدة. مرشدة سياحية. شاطرة جميلة. احنا بقى هنجربك النهاردة ونشغلك مرشدة سياحية. يا ريت الاساتذة معانا في الكنترول يعني يطلعوا الفيديو عشان مريم هتشتغل معانا دلوقتي يا جماعة مرشدة سياحية، وهنجرب مريم. ابتدي يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نقسم الشاشة لو سمحت نطلع صورة مريم؟ محمد ده أول أصل كرة مرشدة سياحية من أطفال التوحد. أنا الشاشة هنطلع صورة مريم بعد إذنكم. الفرعونية هنتكلم النهاردة على أهرامات الجيزة، وهي من عجائب الدنيا السبعة. الهرم الأكبر اسمه هرم كوفو، بناه الملكة كوفا، وهو مكون من 2,300,000 حجر، وارتفاعه حوالي 150 متر بدون مواد اسمنتية، واتبنى بأحجار ضخمة، وكل حجر وزنه 8 أطنان، واستغرق بناءه 20 عام. والهرم الأوسط اسمه هرم كفرع، بناه الملكة كفرع ابن الملكة كوفو، وطوله حوالي 471 قدم. والهرم الأصغر هو هرم منقرع، بناه الملكة منقرع حفيد الملكة كوفو، وطوله حوالي 215 قدم. وشكرا لكم. برافو. طبعا انا بحييكي يا مريومه، جميله برافو. طبعا يا جماعه هي مريم وهي داخله الاستوديو فاجئتني وقالت لي انا عايزه اطلع مرشده سياحيه، فبصراحه رحت انا كاتبه لها الورقه بسرعه بسرعه. هي بصراحه بتحفظ كويس جدا، بس هي يعني ما حضرتش، فاحنا فاجئناها. فان شاء الله المره الجايه بقى هي اللي هتفاجئنا. هيبقى عندها قناه على اليوتيوب ان شاء الله لاول طفله من اطفال التوحد عندها قناه يوتيوب كمرشده سياحيه، وهتورينا بقى كل معالم مصر بس من غير ورقه. صح يا مريم؟ صح. طبعا انا بشكر حضرتك طبعا على المجهود الجميل اللي انت عاملاه مع مريم والحاجات الجميله اللي عاملاها دي. انت اللي عامله دي يا مريم؟ عقد. ايه دي؟ اسمها ايه؟ عقد. عقد؟ جميل. اعملي لي واحد بقى. بصوا بصوا الجمال يا جماعه قد ايه، مريم عامله حاجات جميله جدا. اسمها ايه دي يا مريم؟ حظاظه. حظاظه جميله بصراحه، اشغال جميله. والكاس ده واخداه في ايه بقى؟ واخداه في ايه الكاس؟ الكاس ده تكريم. كاس تكريم. ده في تكريم صح؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين ميداليات ما شاء الله، بطله جمهوريه يعني، وطبعا الفضل لله ثم لمامتها. قبل ما اختم بقى عايزاكي توجهي كده رساله لكل ام بتبتدي الطريق عندها
ولد او بنت من ذوي القدرات الخاصه، تقولي لها ايه عشان توصل للحاجه الجميله اللي انت وصلت لها دي؟ اقول لها دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ميزنا بيها عن غيرنا، وكافحي معاه او معاها زي ما هيكون ربنا مديكي، وبامر الله بالتعب هتحصدي تعبك زي ما انا حصدته كده بامر الله ان شاء الله. بس في نهايه اللقاء بشكرك، وان شاء الله كده تشوفي مريم زي ما انت عاوزه. شكرا يا مريم حبيبتي. في نهايه اللقاء بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج ماما شافت.